هاي مش أول مرة بفيز ولا جيجي لمارة. بليز ما تقعدوا حدي بس بليز. بكل لقاء بفيز ولا جيجي لمارة هيك. يعني شو عندك ضد جيجي لمارة كل مرة؟ زلمة كتير منيح بحقك. بدك تشهرني. بتعرفه مشهور أنت بتعرفه من 93 أصلا مش ناقصك شهرة ما شاء الله عليك. كيفك جيجي؟ الحمد. شو أخبارك؟ الحمد لله. كم في جيجي لمارة بالساحة الفنية اليوم؟ بس جاوب ولا انت؟ انا شو جيجي؟ ناس في ناس بيحاولوا يعني في نشان اثنين في فادي اثنين ايه في فادي الشراقه وثلاثه وبيبو. جيجي كم جيجي فاشل فيه بالساحه الفنيه؟ بس بدك تقول جيجي ما بعرف انا الاسم جهاد جيجي الاسم الفني. لما بتقول عن شخص ناجح ما فيك تقول كم واحد فاشل. وما بقدر عدهم يعني. جيجي انت ونانسي لوحدكم بتشكلوا ثنائي هالقد قوي بالعالم العربي، بيصير في محاربات تحت الطاوله ضدكم؟ شو لك هيدي موجوده من زمان، اذا بترجع على ايام زمان بين النجوم الكبار كانت موجوده وهيدي موجوده هون. نانسي بينبهك اوقات ولا بيأمرك؟ لا لا يعني تنبيه بيوصل لا لأمر؟ انت شوي بينبهني. شو بيأمرني مثلا؟ هو مدير اعمال. هذا الامر ما بامر انا. كم علاقه حب مريتي فيها نانسي من مراهقتك لهلا؟ يعني هو اعجاب اكثر ما هو حب يعني حقيقي، يعني وصلني انه افكر لبعيد مثلا. كم؟ مش كثير. الاعلان عن هيك مواضيع بياثر على نجوميه الفنان؟ لا عشان هيك على طول بيخفوا. انا عن نجوميتي ما بياثر، ما بعرف اذا على غير نجوميه ما. شو هي بدها تعمل؟ لا انا هيك موضوع. لا لانه دائما يعني حدا طلب ايدك انه الناس اللي بحبوني اكيد بحبوا انه اكون انا سعيده يعني. حدا طلب ايدك؟ اجى عند نبيل عجرم بيك وطلب ايدك؟ لا شو نحن عايشين بعصر شو كيف يعني حدا اجى يعني طلب ايدي من بيي بلا ما اشوفه انا اتعرف عليه؟ لا اكيد يعني تعرفت عليه وهيك بعدين طلب ايدك من اهلك. لا لا جيجي لازم توافق نهار اللي بدها تتجوز نانسي عجرم. لا الله يخليه لبيا. خليني انا جوي. الله يخليه لبيا ولو بيا هو وعنده عائلتها. الاساءات اللي بتوصل لنانسي عجرم سواء ان كانوا بالتركيبات اللي بيعملوها على التليفونات او 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 ما بدي اسميهم، انت كيف بتتلقيها؟ انت بتاخذ اول شوك ولا دغري بتوصل يعني لنانسي؟ كيف بتعمل فيها؟ ما بحب اني اوصل لها اياهم دغري. نانسي من الناس يعني شفافين والحساسين كتير كتير، بصير فكر كيف بدي وصل للشغلة. نعم. بصير مهد بلاقيها انه هي عرفاني مدري مين بيقلها كذا وبتدقلي وكيف ما بتقلي. قلت لها روقي طولي بالك بسيطة، هيدي شغلة انعملت وكذا وانت بتعرفي محاربة، انت فناني معروفة وما حدا اذا مش مشهورة ما حدا بيعمل هيك، طولي بالك هاي انت شي. قلت لها طيب ليش زعلاني؟ هالتركيبات موجودين بوجود جيجي لمارة. انترفيو في جيجي بالدق. نانسي فنك قبل جيجي كان فترة تحضير. مرات بدك الصرف يفل جيجي تا يرتاح من الشغل ويريح. مخنوقة من جيجي لمارة؟ واحد اثنين ثلاثة. حرام ما بيخنقني. أول شيء ما بيحب السوشي، هذا بيخنقني فيه. عجب ما بيفهم لنا راسنا مان. السوشي بتفهم لي راسي. تاني شيء اوقات بياخذ لي المواعيد ورا بعض من هيك، بقول له انه خذ لي اياهم المواعيد بس انه قسم بالجمعه مثلا يوم فيه شغل يوم رياحه يوم هيك، تراك 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 المواعيد كلها ورا بعض. ثالث شيء شو يلا شو بدك تطلب وتمنى؟ انت عم يسالك لي ما عم بيسالني. شو يا فادي شو بتخنقها؟ اسم الله عليك شو بتخنقها؟ بخاف عليكم. انا فيني اخنقها؟ انا بحافظ عليها برموشة عيوني. أيوة بدي اقعد عجبك اسم الله بير ذهب شو بيقولوا. الله يحبيها. الله يخليكم. نانسي بحب بجيجي لمارة. واحد اثنين ثلاثة. جيجي يا بي وخي ومدير اعمال. ايمتى قلتي لجيجي لمارة خلصنا او خلصنا بقى من المزح والتنكيت؟ خلصنا. تفضل.
إذا جيجي قرر نانسي بت؟ إذا قرر شو هيدا؟ خليني أعيد، إذا جيجي قرر نانسي بت؟ إيه إذا جيجي قرر بنكون قررنا. قل لهم زقفوا شو بك؟ لا ما بدي زقفوا بس ولا ما عجبتك هيدي؟ طيب قوية إذا نانسي قررت جيجي بي بيرفض بنكون قررنا كمان. هيدا السؤال كثير كثير سهل يعني دغري بتجاوب عليه. جيجي بياخذ نسبة أرباح من نانسي بقيمة نجاح. أكيد. هلا بدك تشوف نسبة نجاحها قديش. قديش نسبة نجاحها؟ 100% بياخذ نسبة النجاح 100%. ما فيك تاخذ 100%. هي نسبة النجاح بياخذ نسبة النجاح. أنا يعني بياخذ كل شيء. قد ايه متفقين؟ بدي أقول لك شغلة. في كونترا. قد ايه نسبة الأرباح؟ ما بدي أقول لك لحتى ما تقاسمني. ما بدي أقول لك. لا خيي بالعكس نحن بننبسط لك أنت بتعرف. ما بدي. شو رأيك؟ عم أقول لك إنه في عائد بيناتنا وحسب هالعائد نحن كم سنة العائد ماشيين سوا يعني كل واحد عنده حقه. طب ليه خيفين تقولوا كم سنة العائد؟ 1000 سنة. بتعصبي من جيجي إذا؟ شو في شيء ما بيعصبني بجيجي؟ عنجد؟ عجبك؟ جيجي بيكره فيكي؟ يلي أنا بكرهه بحالي. شو هو؟ شو بتكره فيها؟ لأقول لك أنا في شغلة يعني اللي إذا كنا مرئين اوعى تقول منخارة. لا 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 ضبطته كم مرة وعطيت 100 ملاحظة. لا هلا خاري حب منخارة. انتبه هذا مش كره، هي كثير يعني بتعطي الهم كثير كثير. مثلا إذا بنكون ببلد غير لبنان وصار حادث بتطلع بتشوف بتلفن على البيت خيي وصل. لا ولا مش لهالدرجة. بغير بلد مش بغير بلد. إذا كنا بلبنان إذا كنا بلبنان بحي الله منطقة لا سمح الله يعني إذا شفت أمبولانس أو شيء هيك بدق لأهلي كلهم شوف وينهم. خاف عندي قلق عندي. أنا زحت شوي من هون من البلد بعدت شوي. من شغل بالي من شغل بالي. حرام جيجي شو شو بعذبه. لو خيرك حبيبك بينه هو وبين جيجي لمارة إيه إنه شو بختار؟ ما بيتقارنوا ببعض. جيجي مدير أعمالي وحبيبي حبيبي حبيبي حبيبتي أنت تسلم. لا لو هو جيجي الأول بمهنته لأنه أنا معه. حبيبي حبيبي جيجي بلا نانسي ليش سهيلة؟ طبعا 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 معها حق. هاي بروموشن. لا طبعا معها حق. اذا ما عندك ماده بين ايديك كيف بدك تشتغل؟ الاختيار كان الحمد لله موفق. انا كمان. جيجي انت عندك نفس القلق يلي عند الفنان؟ طبعا. بينك وبين حالك راسم حدا بعد نانسي او بالاضافه لنانسي او مع نانسي او بلا نانسي؟ يعني انا مع نانسي صار بدي شي 2-3. مع نانسي بدي شي 2-3 مثلي. اوكي اسم الله اسم الله الله يزيدك. لا صراحه شغله الشغل الشغل متعب كثير وحريص كثير اخذي كل الوقت صراحه. شانتال اعتذر الآن من شخص أسأت إليه. هيدي الكاميرا. إذا زعلت حدا أي حدا كل حدا بعتذر. جيجي
تيجي لمرة أنا بدي أتشكرك حبيبي. هاي تاني مرة أو ثالث مرة أنا كل ما تجي على الاستوديو. كنت هيك على القليل عملت مكياج حضرت حالي وجيت قعدت يعني أنت بتجذب كيف ما كنت تجي هذه صاروا مرتين مرتين صاروا ثانك يو أهلا وسهلا بيجي لمرة.